ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في هذا الفيديو الجديد. نتكلم فيه عن سهم صناعة الورق في سوق الأسهم السعودي. رقم السهم على منصة التداول في السوق السعودي 2300-2300. السعر الحالي آخر سعر إغلاق 61 ريال ونصف يوم 13/8/2021. آخر توزيع 61 ريال ونصف. آخر توزيع للأرباح للأسف كان في 2013. طبعا أنا أي شركة شخصيا، أي شركة ما بتوزع أرباح ما بستثمر فيها، حتى لو كانت أي شركة ما بتوزع أرباح ما بستثمر فيها. صافي ربح الشركة، لأنه أنا بدي أستثمر، صافي ربح الشركة المعلن عن النصف الأول من 2021 بلغ 15 مليون ريال سعودي، وكان صافي ربح الشركة المعلن عن النصف الأول من 2020 4 مليون ريال سعودي، تأثرت قليلا في بجائحة كورونا. صافي ربح السهم بالنسبة للنصف الأول من 2021 المعلن عنه ريال 53 هللة، بينما كان صافي ربح كل سهم المعلن عنه في النصف الأول في 2020 30 هللة. معامل الربح العادي بنحكي عن طبعا ثلاثة حوالي 5%، أكثر من 5% جيد كاستثمار، لكن معامل ربح توزيعي صفر، لا يوجد توزيع إطلاقا. لذلك أنا طبعا شخصيا يعني هو أوكي سهم موجود، سهم قوي وسهم راسخ في السوق السعودي، لكن يجب أن يكون هناك توزيع للأرباح حتى أنا أقتنع أنه أشتري أنا أي سهم. استثماريا سهم جيد، نتمنى أنه يعني هاي السنة في أرباح قوية لكل سهم حوالي ريال 53 بالنصف الأول، أتمنى أنه يوزعوا أرباح حتى يصير في إقبال أكثر على سعر السهم. سعر السهم حاليا هو ضمن النطاق العادل للسعر يعني، لكن أنا شخصيا لا أستثمر في هكذا أسهم لا توزع أرباح. ما بعرف، ممكن أنه يكون في ناس إلى رأي آخر، معنى هذه شركة محترمة وقوية وراسخة. هذه ليس تنفير من هذا السهم وليس التوصي بأي سهم، ونتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.